سلام بناتي، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تطبقوا هذه الرشمه هذه على الجيلاتين. المهم كما كتشوفوا هذه هي الرشمه، انا غادي نخدمها كما كتشوفوا هكذا بهذه الطريقه هذه، غادي نكملها. اذا كان عندكم مقص بحال هذا غادي يعاونكم بزاف في الخدمه. نخلي لي سباس خاوي هنا اللي ندير فيه التوفي. كما كتشوفوا كنبقاو ماشيين غير على الرشمه نيجان، كنديروا الكونتور كامل باش نعرفوا نخدموا الدخله عينيه وداك الشيء يبان لينا الرشمه كي دايره. يعني خدمه سهله بزاف على الجيلاتين، انا شفت بزاف ديال المتابعات منكم خدموا نفس الموديلات اللي كنخدم وصيفطوهم ليا تصاور زعما تبارك الله عليهم طبقوا داك الشيء كما انا كنخدموا كما كنحطوا لكم. كيعجبني الحال هكذا ملي كتستافدوا وكتعرفوا تخدموا لراسكم بحال هاد الشيء، واخا زعما بنادم ما يخدمش للناس يخدم غير لراسو. هانتوما هنايا غادي ندير الوريقات بحال هادو.
صافي كيما كتشوفوا هكذا كيجي الشكل ديالها. دابا نديرو اهم خطوه اللي هي خصنا نبريسيوها عاد نبداو نقطعوها. انتما غادي نحط الثوب من التحت هادشي حتى يتبريسا عاد يلصق مزيان. هادي باش كتلصق صافي غادي نقلبو بحال هاد الطريقه هادي. وغادي ندير عاوتاني فوق منو الثوب بحال هكذا وغادي نبريسيه. نبريسيه مزيان حتى كيلصق كلشي في الجيلاتين. هادي هي اهم خطوه كنقول لكم في هاد باش تضمنوا انه ما يطيح لا عقيق لا حجيرات لا لا كافيار لا حتى شي حاجه كيبقى لاصق مزيان في الجيلاتين. شوف كيفاش داب حتى لدرجه انه لصق على الثوب. وانا باقي ما فينيتو يعني بغيت تلصقو مزيان باش ما يبقاوش يطيحوا ليا الحجيرات وهذا الشيء. تلصق مزيان عاد ديك الساعه نزولو سخون. صافي مزيان شفتو بحال هكذا كيلصق. انا كنفضل نخدمو بالريبر باش كنضمن انه لاصق ليا على الثوب مزيان ما غادي يتحرك لا من هنا ولا من هنا. صافي كنخليه على ما كيقصح شي شويه عاود على ما كيبس. دابا ولا سخون بزاف يعني رقيق. هانتوما لاحظتوا شوفوا كي داير رقيق بزاف يعني الجيلاتين لصق على هادشي على هاد العقيق والثوب بي. هانتوما شوفوا كيبان داخل فيه يعني ملي غادي يبرد غادي يرجع مزيان لاصق مزيان. بالنسبه للفينيسيون راه كنقول لكم ديما الا كان عندكم مقص بحال هذا راه غادي ينفعكم بزاف. صافي كتقطعوا مع الجنيب نيشان ديال الرشمه كتقطعوا الجيلاتين كامل ما كتخليوهش كاع كتخليوه لاصق غير مع يعني السلعة اللي حنا خدمنا بيها ريست خاص وهادشي نخدمو مع الجنيب. هانتوما شوف تالي كيبان يعني غير الرشمة غير هاد السواقة كاملة ما كيبانش كاع الجيلات. ملي كتحطو على الثوب كيبان نيشان بحال لي مخدوم على الثوب. صافي البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. وغدا ان شاء الله عاوتاني غادي نحط لكم يعني الاشكال كامل اللي خدمت ملي غادي يجيني القفطه ان شاء الله الا وجد ربي وجدوا لي غدا ونبدا نلصقو على الثوب وتشوفوه كيفاش غادي يجي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناه وتبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم. سلاموا.